السلام عليكم يا شيخ، أنا بقالي حوالي 4 سنين في خلاف بيني وبين خالتي بسبب مشاكل حصلت، وهي أساءت ليا كتير في كلام عليه، يعني قصف محصنات، وأنا مش بكلمها وهي كمان منقطعة عنا بقالها سنين ودايما بتفتعل المشاكل. يا ترى ده قطع صلة رحم وفي ذنب عليا، مع العلم إنها مش حابة تكلمنا خالص؟ يعني لا شك الحديث عن سمعة الإنسان واتهامه في عرضه بما ذكرت في أنه قذف محصنات والكلام، إذا وصل لهذه المرحلة، نعم، في هذه الحالة الإنسان لا يستطيع طبعا أن يتعامل مع الإنسان في هذه الحالة. وهي خالة طبعا إذا بادرت بالتوبة وطلب الصفح كان بها، إذا لم تبادر، نعم، معناها مصرة على ما عندها أو تتكبر أو تتعالى على الكلام، ففي هذه الحالة لا يعتبر ما تفعله يعني قطع لصلة الرحم، إنما من قطع الرحم من أساء وأهان الأعراض ووصل لهذه المرحلة. وهذا طبعا مستوى من السلوك لا يتحمله أحد، ولا يستطيع أن يقول والله لا أنت سامح واعمل. في القذف المسامحة تتم بعد اعتذار من أساء ويعني يعتذر، لأن الاعتذار معناه تكذيب لما قاله. أما أن يذهب المخطئ في حقه فيبادر هو، معناه يعني ولا يعتذر الشخص الآخر ولا ينفيه، معناه يؤدي للأسف إلى إساءة أو إلى إيذاء الإنسان، وهذا لا يقبله الشرع يعني. نعم.